ورجعنا لكم تاني، والمرة دي بنجدد صباحنا من السوشيال ميديا. بنجدد صباحنا من السوشيال ميديا اللي ليها تأثير كبير جدا جدا على كل الناس، وبقى ليها تأثير أكبر وأكبر في موضوع الكورونا. معانا النهاردة أدمن جروب نسوين ولاء مخلوف. صباح الخير. صباح النور. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. انت عاملة ايه؟ احكي لي كده الأول، أنت عندك كام سنة؟ شكلك صغير قوي، فقولي لي. 21. لا هو أوكي. طب قولي لي، أنت بدأتي الجروب من كام سنة؟ يعني بقالك قد بصي ايه؟ بصي هو مش انا اللي بدأت عامة، اوكي. هو انا دخلت وهو 10,000، حوالي 10,000 او 8,000. اللي بدأته ميار. تمام. ميار عندها 18 سنة، هي في تالتة ثانوي. اوكي. هي كانت عادي قاعدة اللي هو بتفكر اللي هو ليه ما نعملش جروب ونلم بنات فيه ونحل مشاكل لبعض ونبقى مع بعض يعني بنات وكده. بس عملته، كانت هي لوحدها الأول، بعد كده بقى عرفتنا ده، وبعد كده انا ونوران وكلنا بقى دخلنا الجروب. طبعا جات لها فكره الجروب اللي هو احنا بنات مع بعض بنحل مشاكل بعض، مثلا دي تقول انا محتاجه كذا، انتوا ناخد راي اصلا بعض. اصحاب لا ولا احنا ما اتعرفتوا حدش على فينا، بعض من السوشيال ميديا؟ لا كلنا اتعرفنا من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقى ليها تأثير قوي قوي. اه جدا جدا فوق ما تمام. تتخيلي. اوكي. طب وايه اللي خلاكي تدخلي ادمن؟ يعني في كذا حاجة ما عجبتنيش في الجروب، مثلا حبيت ان انا مثلا نكبره ونخليه احسن، نساعد. بصراحة حبيت اساعد البنات جدا جدا، انا بحب موضوع ان انا اشارك. ليه نسوين؟ هقولك، هي ما يعني انتوا، فكرت معلش قبل بس ما تردي عليها، ليه نسوين؟ انتوا تقريبا سنكم يعني اه صغير، مش كبير يعني، ما فيش ما بينكم تفاوت في السن ولا في؟ بصي انا 21، ماير 18، كلنا 18 تقريبا، يعني هم كلهم 18، انا انت 21، كبيرة انا اكبر يعني، انت واحده فيهم. كبيرة. تمام. ونيره، نيره برضه ونيرة. في نفس سني. تمام. طب فجت بقى اسم نسوين ازاي؟ هقول لك فكرت فيه ازاي. ميار اوكي. ناسا، وكاله ناسا، شبهت المراه بوكاله ناسا، ان هي وكاله ناسا اللي هي جايه من السماء. لا وكاله، وكاله وين فضائيه. وين، عشان يعني هي كانت شايفه ان الست دايما بتفوز في كل حاجه، فجت بقى جمعت الاسم بقى نسوين. يعني انت اوكي. الفكره كلها ان انت وكاله ناسا. اوكي. فانتوا خدتوا ناسا. اوكي. وين اللي الست دايما بتفوز. الست ده فنسوين. معايا اوكي. كده ناسا جميل. وين حقيقي. اوكي. يعني ملهاش علاقه بالنساء يعني، هي يعني هي جت يعني كده، بس يعني هي مش جمع نساء يعني. هي مش جمع نساء، هي جت كده، هي كل الناس مفكره ان احنا مسمين الاسم ده اللي هو جمع أيوة. ستات وكده ده حقيقي. بالعكس، هي ميار فكرت فيها كده، ميار دماغها يعني طب صغيره. معلش اشمعنى وكالة ناسا؟ اوكي. يعني من بقى ان هي بتتكلم عن السماء والقمر والحاجات دي، واحنا يعني بقى في الفضاء يعني، احنا احنا دايما فوق، كستات احنا فوق احنا صح؟ دايما فوق. تمام. جميل قوي حقيقي. يعني لا تشبيه جميل. دماغها مختلفة. طيب ايه ممكن تقولي لي، احنا الجروب بقاله قد ايه؟ 7 شهور بس. طب وانتوا وصلتوا كام دلوقتي فولور؟ 150,000. اوكي. ما شاء الله حقيقي. طب يعني في ال7 شهور ده، هي كل انتوا بس ما بتعملوش اي حاجه غير ان احنا بنعرض مشاكل، ما مش اي حاجه تانيه؟ بصي احنا بنعمل حاجات كتير يعني، هي بس المشاكل اللي خلت الجروب ظهر. اوكي. ان المشاكل يعني البنات اتكلمت عنها بره، فده اللي خلى الجروب ظهر، انما احنا مش بنعمل مشاكل، مش بنقدم مشاكل، بس يمكن المشاكل بس هي اللي ظاهره. بس احنا عامه يعني بنعمل حاجات كتير جدا. زي ايه؟ مثلا بنساعد بنات كتير قوي، في بنات يعني بدون ذكر اسماء او البنات، في بنات كتير قوي دخلت الجامعه بسبب الجروب. تمام. يعني بتعمل حاجات خيريه قصدك كده؟ كتير صح جدا. كده. تمام. ودي بتكون منكم انتوا الادمنز ولا مننا انتوا بتعرضوا؟ ومن كل من بنات الجروب كله، ما فيش بنت بصراحه بتاثر يعني. حاجات كتير جدا. هو المشاكل، بصي هو في ناس شايفه ان الجروب تافه، بيتكلم عن مشاكل او اطفال، واطفال صغيرين في سن صغير بيواجهوا مش عارف ايه. بالعكس خالص، بس عشان دي يمكن دي الحاجه اللي ظاهره، فالناس شايفه ان هو بيتكلم عن ده. طب ممكن اسالك، هو اي حد ممكن يدخل الجروب ولا ليه لا سن طبعا. معين؟ لا لا مش بصراحه. بصي هو من سن 15 لحد فوق، فيما فوق. طب انتوا بتتاكدوا ان هو فعلا 15 سنه؟ بنتاكد، بنعرف يعني، لو اقل من كده بنطلعه. طب ما انتي بتعرفي ازاي؟ ما انا بصي على الفيسبوك مثلا اكيد. اقدر احط ايوه انا عارفه اي انك بتقولي اقدر احط بالزبط. اي تاريخ واي سن، ده بس بنعرف في اكونتس بتبقى فيك، فيك الاكونت مش حقيقي. لا بصي ما فيش جروب في مصر كلها ما فيهوش اكونت فيك. الفكره في ان الولاد او بالظبط، ما هم بيبقوا ولاد وعاملين نفسهم بنات مثلا، عندهم فضول يعرف هو ده كل ده نسوين مش عارف ايه. اي ولد عنده فضول هو يعرف ايه في ايه جوه، ايه اللي بيحصل جوه. هم في بقى ناس بقى مفكره لو ايه انتوا عاملين الجروب ده ومسمينه نسوين عشان تتكلموا عن الرجاله.
مش فاهمه يعني. لا يا جماعه انتوا مش محور الكون يعني صح، يعني انتوا مش محور الكون يا جماعه، ومش كل مشاكلنا بتيجي عند الرجاله. ايوه ايوه يعني هم في كذا حد حتى حصلت كذا مشكله ان هم مثلا يعني كذا ولد يعني كان بيهدد بنات ومش عارف ايه، فاحنا يعني خدنا خطوه لدرجه ان الولد ده اتاذى يعني، في ولد تحاول التحقيق كده يعني. فهم كانوا مفكرين احنا عاملين الجروب ده عشان نفضحهم او نضايقهم او يبقى هم محور الكون بالنسبه لنا، بس مش كده خالص. هو كل فكره الجروب انه يحل مشاكل، نحل مشاكل بعض. ايه اغرب مشكله قابلتك في الجروب؟ طبعا من غير ما يعني مشكله، بس ما تقوليش اسم. يعني انا ما بنزلش باسم، اقول هنا ماشي خلاص اوكي. لا مشكله كانت غريبه، مش لازم ان هي تكون حاجه ماساويه، ممكن تبقى حاجه كوميدي قوي يعني. كوميدي قوي يعني، في مشكله ان واحده بتحب باباها مش عايزه مامتها تقرب منه. لا بس دي غيره، دي بتغير على باباها، دي غيره باباها. مشكله غريبه جدا جدا يعني، واحده مثلا عندها 15 سنه، انا بحب واحد متجوز. ايه يا جماعه في ايه؟ لا بس دي مشكلته هو كشخص، بس خلينا متفقين بس هي واحده بس. مشكلته أيوة كشخص الاول ان هو بيضحك يعني، بيضحك عليه على بنت صغيره عندها 15 سنه. بالظبط اكيد طبعا. ولا قلت لها كده والبنات قالوا لها كده، بس هي مشكله غريبه ان طفلة عندها 15 سنة. طب ايه اكتر مشكلة حلتوها او موقف حصل مثلا كان فيه مشكلة او حاجة انسانية مثلا وقدرتوا الحمد لله ان انتوا تساعدوا الحالة دي؟ في بنت كانت مامتها تتحبس، ونزلنا وجمعنا مبلغ، هو مبلغ كان مبلغ كبير شوية بس الحمد لله يعني قدرنا نجمعه، وبنات الجروب كلهم ساعدوا والمشكلة اتحلت. حتى البنت يعني فضلت تشكر فينا كتير قوي. أوكي. ومامتها ما اتحبستش. طب يعني ما حدش بيخاف؟ الفكره ان مثلا انا ما اعرفكوش صح كده، وعندكم على الجروب، انا اتاكد منين ان انتوا يعني ان انا لما هديكي حاجه كخير هي فعلا هتعمل يعني؟ بصي دايما في ناس بتقلق من حاجه مش معروفه بالذات على السوشيال ميديا والحاجات دي، احنا مش عارفين نبقى عارفين الشخص نفسه او اي حاجه، فانا منين اتاكد ان انت فعلا ان انا هديكي الحاجه كخير فهتطلع خير؟ يعني في ناس دايما بتفكر قبل ما أيوة. تدي الحاجه. بصي انا عارفه الموضوع ده عامه، حتى في الناس اللي هي مثلا تقول لك انا عايزه بس هي مش عايزه، فدايما انا اي حاجه من الحاجات دي بتبقى بدليل يعني، مثلا اللي عايز يساعد بوصل الشخصين ببعض، يا اما بكون طرف ثالث بوصل ده بده، وببقى اللي هو ايوه فهمت، عايزه بتوصلي بالحاله نفسها اللي هو هي هي يا جماعه الحاله نفسها. يا اما اكون حتى لو هم عايزين ابقى طرف ثالث او الحاله مش عايزه مثلا تبان، عادي بيبقى فيه دلائل كتير او حاجات كتير بتبان ان احنا هنعمل كده. طب هل بتتاكدوا من ان الحاله دي اصلا مش نصابه؟ بنتاكد بحاجات كتير قوي يعني، حتى لو الحاله دي شفتي اللي هو انا ما بقدرش، اصل معلش دي فلوس ناس. بالظبط. ودي اللي هو انا مش ضامنه انت الفلوس دي هتدخليها في ايه، او انت ايه، او انت مين، انا ما اعرفكيش عشان اثق فيكي مثلا او اقدم لك ده بس. فباخد دليل طبعا وكبير، انا ببقى مش بسهوله الموضوع ده، مش بسهوله زي ايه يعني؟ يعني ممكن مثلا لو واحده باباها متوفي وفي مشكله، لا تبعتي لي دليل ان باباكي متوفي، ممكن تخليني انا اللي اروح ادفع لها المصاريف نفسها. ممكن. طب هل تعرضتوا لحاله كانت نصب؟ وجامده بصراحه، بس ما بس اللي عرفنا نلحق الحوار، في بنت قالت انا محتاجه هدوم، لا ده نصب وخطف يعني، الموضوع ده نصب وخطف. يعني الاثنين في بعض. اوكي تمام. قالت انا محتاجه هدوم وما عنديش ومش عارف ايه، وانا محتاجه، وفضلت تعيط لي وحوار، مش كنا عيطت للادمنز كلهم. فطبعا نزلنا، وطبعا في بنات كتير قوي طبعا ساعدت البنات طبعا اللي هو جدعه جدا طبعا، حته الجدعانه دي بتطلع قوي في المواقف دي. وفي بنات جهزت لها هدوم كده طبعا، كلموها تواصلوا معاها، لا انا واحده قالت لها انا هبعت لك مندوب، دي بقى اللي بينت انها كده، قالت لها هبعت لك مندوب، قالت لها لا مش هينفع ومش عارف ايه انا بخاف، قالت لها قابليني. المهم البنت نزلت قالت لها بصي هتلاقي بنت حد من الادمنز ولا بنت لا بنت عادي من العاديين، حتى البنت كانت بتتواصل معانا، قالت لها في عربيه مستنياكي في الشارع كذا، وهتديهم الشنطه ومش هم تبعي ومش عارف ايه. طبعا البنت قلقت ما رضيتش تروح. اوكي. شفنا بقى بعدين ان هي عملت نفس الحركه مع كذا حد في مكان مختلف، مكان مقطوع طبعا الاكونت يعني. الحمد لله البنت الحمد لله ان احنا جت على قد كده، ده احنا اللي كنا مصيبه. اوكي. طب انتوا حصل لكم مشكله من حاجه انتوا ساعدتوا، حاله مثلا انتوا ساعدتوها؟ كتير. مشكله؟ عايز اقول لك يعني، عايز اقول لك ان احنا بنتشتم وبنواجه مشاكل كتير جدا جدا في حياتنا الشخصيه كمان يعني. مثلا حصل مشكله ان واحد كان بيأذي بنته وكده، فاحنا وقفنا له طبعا، وقفنا له وقفه جامده جدا، فطبعا هو اتظبط، بعت ناس
طبعا اتدخلت في حياتي الشخصيه وعملوا لي مشاكل واتشتمت وحوارات كبيره جدا. وفي على شيرين فكره تعمل شارنتل. عايز اقول لك ان كلنا كادمنز بنواجه مشاكل وحاجات يعني يعني في انتوا حياتنا جايلك كمان. وجع دماغ من الجروب؟ جد طب كتير جدا مكملة فيه ليه؟ طيب لما هو جايبلك وجع بصراحه دماغ. انا حباه بعيدا عن المشاكل. هو زي ما في، بصي، هو اي حاجه في الدنيا فيها الحلو فيها الوحش، اوكي. فهو يعني زي ما في وحش في حلو. اللي انت هو بتدرسي ايه اصلا يا علاء؟ حقوق. اوكي. فعشان كده واخده، عارفه اللي هو انا هقف معاهم بتدي وكده. حق اللي هو اوكي تمام. مش كده بس، بس برضه يعني بصراحه انا حابه الموضوع. وكمان بنات جدعه جدا، مواقف كتير قوي، حتى انا نفسي لما بنزل حاجه ليا البنات تقف معايا. طب هل الجروب معطلك عن حياتك الشخصيه مثلا، عن دراستك، عن اي حاجه؟ خالص، بس يعني في بعض الاحيان بيبقى واخد وقت. لما بتبقى في حاجه كبيره بياخد وقت، وقت جامد، بس يعني عادي. انا يعني عايشه وبروح الجامعه و طيب دنيتي دنيتنا كلنا شغاله عادي. والناس عارفاكي في الجامعه يعني؟ فرق معاكي يا بقى، مواقف اللي فرق معاكي في ده حياتك في يعني؟ مواقف كتير قوي بتعرض لها في الجامعه. يعني مثلا كنت واقفه مع اصحابي، واحده صورتني وانا واقفه مع اصحابي وبعتت لي الصوره. انا اتفاجئت بصراحه، اللي هو في ايه؟ وفي بنات كتير بتوقفني وبتسلم عليا. يعني في مره كنت داخله الجامعه لقيت بنت بتجري بتنادي عليا في شارع، انا اتخضيت بصراحه. اوكي. بتجري وبتنادي عليا، ونفس القصه برضو مع ميار بالذات في الجامعه، لان ميار هي اللي عامله الجروب، فهي ظاهره اكتر. في المدرسه عندها، المدرسه كلها يعتبر عارفاها، البنات انت عارفاها. ميار قلتي ثالثه سنه، يعني ربنا يعينها السنه دي ربنا بحقيقي. اوكي. طيب يعينها. انت خدتي مميزات من الجروب ليكي ليه انا كشخصيه كولاء؟ اتعرفت طبعا جامد. وكمان موضوع ان انا بغني، فالناس في ناس اكتر سمعتني وناس عرفتني اكتر. كلنا بقينا معروفين في الجروب جامد، في بنات كتير بتحبني قوي. يعني انا الحمد بصراحه لله. بستغرب من طريقه كلامهم، اللي هو فيها يا جماعه مش للدرجه دي. بس يعني استفدت كتير، وشغلي طبعا شغلي كله بقى مرتبط بالسوشيال دلوقتي، حاجات كتير جدا. حلو جدا. جدا جميل. كلنا يعني عامة، كميار وندى ونوران نيرة، كلنا استفدنا من انتوا الجروب خمسة، جدا. ميار وندى. ميار هي اللي عملت الجروب، ندى ونوران كانوا الأول، هما كانوا الأول مع ميار، أنا بقى جيت بعدهم، ونيرة قريبة ميار. وفي بنات تانية بقى، مود، مايا وسهيلة ومنار. بتشوفوا بعض بقى يعني ولا حياتكم كلها سوشيال ميديا بس؟ لحد دلوقتي سوشيال، يعني انا ما ما شفتش حد تقابلتوش ولا فيهم ريل مرة؟ خالص خالص يعني ولا يعني انتوا مره. بقالكوا 7 شهور تقريبا بنتكلم سوشيال بتكلموا بس ميديا، كنا وسوشيال قريبين من ميديا بعض بس. جدا، اوكي. وكل يوم بنتكلم بال6 و7 ساعات في التليفون، وبيبقى كلنا سوا وهزار وضحك. عايز اقول السوشيال لك ميديا دي ان انا قربت الناس كلها من بعض قوي، عايز اقول لك ان في بنات عملوا شلل في الجامعه من من الجروب. السوشيال. يعني اوكي. حتى لو قلبت شويه في الجروب هتلاقي في بنات احنا تعرفنا من الجامعه، وبتاع 7 بنات او 10 بنات، 5 بنات كلهم كده مع بعض وعملوا شله، كلهم يعرفوا بعض. في بنات كانت لوحدها واخده جنب كده في الجامعه، بقوا عاملين شله مع بعض. حاجه حلوه قوي. انت مبسوطه وانت بتحكي عن جروب؟ طبعا ده حقيقي يعني. طبعا انت حاسه ان انت عملت حاجه. صح. طبعا. اوكي. ده كمان ده حقيقي غير باين ان عليكي. ده غير ان كمان بجانب ده احنا في بنات كتير قوي بتبقى محتاجه شغل، ففضلت ادور واعمل سيرش ومش عارف ايه، ادور على شركات، اتفقت مع شركه بتوفر شغل لاي بنت محتاجه شغل. اي ولا بنت. الفكره حلوه قوي بجد والله. انت يعني مثال حلو لاي بنت بتدخل على السوشيال ميديا لا وتعمل يعني تعمل الفضل حاجه يرجع مفيده. لميار برضه، هي اللي جمعتنا يعتبر. الحمد لله. مشاهدينا الاعزاء خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم الفقره الجايه.